السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى أولى نشراتنا الإخبارية. المستهل بالانشغال الصحي، حيث أكد كل من وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد ووزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أكدوا أن الشراكة بين هذه القطاعات الثلاثة تعتبر ضرورية وهامة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة وأن أمراض الحساسية تعرف ارتفاعا كبيرا في الجزائر. جاء هذا خلال أشغال الطبعة الخامسة للملتقى الوطني للأكاديمية الجزائرية لأمراض الحساسية. لقد تم اختيار الحساسية والأمراض الفيروسية كموضوع رئيسي لهذه الطبعة، وهو اختيار جد حكيم بالنظر إلى المجال الواسع للأمراض التي تشملها هذه المواضيع، والتي يظل أكثرها دلالة في الحالة الراهنة جائحة فيروس كورونا سارس كوف 2 التي نستمر في التعبئة ضدها بتحقيق النموذج الاقتصادي الجديد القائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة. وهذا ما يرمي إليه قطاع الصناعة الصيدلانية عن طريق سياسة متجددة تتماشى وطموحاتنا اليوم إلى جعل الجزائر محورا للتكنولوجيا، يرتكز على الابتكار والتطوير والكفاءات وتحقيق طموحات مشتركة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال. إن تعزيز هذا التنسيق والتشاور بين القطاعين لن يكلل بالنجاح إن لم نتمكن سويا من ترجمة المخرجات العلمية والبحثية الثنائية إلى خطة إنعاش تنموي واقتصادي، وذلك بتحويلها إلى برامج صيدلانية صناعية واقتصادية متماسكة. في الشأن الصحي دائما وبخصوص تطورات الوضعية الوبائية، كشفت وزارة الصحة في بيان لها أمس أن تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بمتغير أو متحور أوميكرون بالجزائر، ويتعلق الأمر بمواطن جزائري قادم من جنوب إفريقيا. إلى ذلك تم تسجيل 375 إصابة جديدة وتسع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 193 مريضا للشفاء. وهذا وتدعو الوزارة المواطنين إلى ضرورة الوقاية من خلال عملية التلقيح والالتزام الصارم بالتدابير الوقائية. من جهتهم يشدد الأخصائيون على ضرورة التلقيح والتقيد بالتدابير الوقائية تفاديا لانتشار المتحورات الجديدة. روبورتاج وهبة دندانية. متحورات فيروس كورونا التي تعرف انتشارا كبيرا عبر العالم في الآونة الأخيرة، فمن متحور دلتا إلى متحور أوميكرون، هذا الفيروس الذي يعد الأسرع انتشارا. أوميكرون راهو 5 مرات أكثر من هذا المتغير اللي كان عارف بالقوة تاعو. ريزيستون للفاكسان ولا سكون أبل إيشابمون، يهرب للقاح ولا المضادات. لكن المهم جدا، وهذا هو الشيء المهم، أنه لما الإنسان يدير 3 جرعات، هذا المهم جدا، المستوى تاع الحماية راح يكون أكثر. الجزائر لا تزال تسجل حالات إصابة يومية بكوفيد-19، وهي كسائر الدول ليست في منأى عن خطر متحوراته. هذا الشيء مهم جدا، لازم يعرف المواطن أنه ما كان فيه أي بلد حتى وبغلق الحدود استطاع باش يمنع دخول المتغير. إذا كنا ما خليناش الاحترازات الوقائية تاعنا، خاصة الآن مع الغولاشمون اللي رانا عايشينه، ممكن أوميكرون في أسابيع راح يكون أكثر انتشار وراح يجي في مكان دلتا. الناس اللي تلقحوا بجرعتين يجوا يديروا الجرعة الثالثة، لأنها عندها كما قلت أنه الفعالية تزيد مع الجرعة الثالثة. الناس اللي ماشي ملقحة كامل
لازم من الآن يجو للقاح، لأنه اللقاح هو استراتيجية، هو في الحقيقة الآن أهم الاستراتيجيات في باش نقدروا نقصوا هذا الانتشار. الالتزام بالإجراءات الوقائية والتشديد على ضرورة التلقيح من شأنه وضع حد لهذا الفيروس الفتاك. ولمجابهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تعزز مصنع إنتاج الأكسجين الطبي والصناعي بولاية وهران، تعزز بوحدتين لإنتاج الأكسجين الخاص بالتخدير تلبية للاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية. الروبورتاج لخير أبو طالب. بعد رفع العراقيل ودخوله حيز الخدمة، ها هو مصنع رايانوكس ببطيوال لإنتاج الأكسجين يرفع التحدي بفتح وحدتين جديدتين لتاني أكسيد الكربون والأخرى في إنتاج بروتوكسيد الأزوت الخاصة بالتخدير. بدون تدخل شخصي لسيد رئيس الجمهورية ما كان هذا المصنع يفتتح. الأكسجين في القارورات اللي نقدر نعبوا حتى بين 250 إلى 300 قارورة في الساعة في القارورات الأكسجين، لأنه كاين في المستشفيات اللي عندهم خزانات السائل وكاين مستشفيات ما عندهمش خزان سائل يحتاجوا قارورات الأكسجين. هذه الوحدة لإنتاج الغازات الطبية والصناعية تعمل بتقنيات ووسائل تكنولوجية عالمية لمضاعفة الإنتاج الوطني بسواعد جزائرية. نقوم بتعبئة الغازات كما الأكسجين الطبي، الأكسجين الصناعي، CO2، البروتوكسيد دازوت. تقوم هذه الوحدة بتعبئة 5000 قارورة يوميا مع مراقبة نوعية القارورات هذه. وفر لنا مناصب شغل، رانا خدامين الحمد لله، إن شاء الله نديروا اليد في اليد باش نحاربوا هذا الفيروس الخبيث. ومجابهة للموجة الرابعة، يقوم المصنع بتعبئة أزيد من 6 شاحنات يوميا لتلبية طلبات المؤسسات الاستشفائية بهذه المادة الحيوية. الأكسجين أهم غاز المحتاجينها الآن في هذا الظرف، هذه جائحة الكورونا. وحدة الإنتاج اللي عندنا هي وحدة إنتاج 100 قادرة تمشي حتى 100 ألف لتر يوميا من الأكسجين السائل حتى نستطيع أن نمول كل مستشفيات الجزائر. منذ الموجة الثالثة ابتداء من شهر جويلية إلى غاية الآن اللي رانا في الموجة الرابعة، لم تتفانى في تزويد المستشفى بمادة الأكسجين بصفة منتظمة يوميا ومجانية. بقدرة تخزين تصل إلى المليون لتر سيعمل هذا المصنع لتغطية السوق الوطنية. في الحركية الصناعية بالجزائر وجهود الدولة في تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار لترقية المنتوج الوطني والرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات، تسعى المؤسسات المصغرة في مجال الصناعات التحويلية تسعى إلى كسب رهان الجودة والنوعية لتحقيق التنافسية وولوج الأسواق الخارجية. المتابعة لمحمد عياشي. هنا بأروقة قصر المعارض منتوجات معروضة على اختلافها، لكن الوسم واحد، منتوج صنع في الجزائر. عجلة المطاطية احنا اللي إعادة العجلة المطاطية وتطويرها، صافي دير نخرجوا منها عدة أصناف، خرج منه الفيبر داسي، من بعد تخرج منه الجرانيلا، ومن الجرانيلا تخرج لابودريت، هذيك لابودريت تروح الجرانيلا تروح لبوليستاد ماتيكو، ولا بودريت تروح لابياس. واش رانا نديرو يعني بالضبط؟ حنايا الفيلم راديو لديركم يحتوي على نطرات الفضاء، نحيو يعني منه الفضاء، وكي نحيو الفضاء البلاستيك هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا نعطوه يعني اللي ريكوبيري البلاستيك يخدم به حوايج واحد اخرين، والفضاء هذه اللي نحيوها يعني نرجعها كما يقول لك الصفائح والخيوط نديروا بها كما يقول حلي التقليدي أثياني. الاحترام للمعايير الدولية في الإنتاج جعل المنتوج الوطني يتميز بجودة كبيرة حتى أصبح ينافس المنتوج الأجنبي في الأسواق العالمية. وضعنا في السوق الجزائرية منتوجات متمثلة في مناديل الطاولة، ورق صحي، ورق المطبخ، علامة نوفا بلانكا، لاقت استحسان لدى المستهلك الجزائري، وفي ظرف سنة ونصف وصلنا حتى للتصدير. فادركو شركة تقوم بإنتاج المواد النظافة الجسدية وشبه صيدلانية. فادركو شركة عندها أكثر من 2000 عامل.
الوقفه ديركو حاليا تغطي كل التراب الوطني، يعني نلبيو اي طالب يتلبى في التراب الوطني، وكذلك تقوم بتصدير المنتوجات تاعها. ريفراتيك هي شركه جزائريه من الدفعه الاولى اللي تحصلنا على علامه مؤسسه علامه ناشئه، مختصين في صناعه الاسمنت المقاوم للحراره الذي يستعمل في جميع المجمعات ولا المصانع التي تملك الفران. طاقه الانتاج تاعنا تعتبر ب 10,000 طن في السنه، نقدروا نغطوا السوق الجزائري كامل بدون اي شركه ما تقدر تروح تستورد من الخارج. المعرض فرصة للتعريف بالمنتوج الوطني وتبادل الخبرات والتجارب بين المستثمرين، كما اعتبره العارضون فضاء هاما يرسخ لاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الوطني والتقليل من الاستيراد. هي إذن كلها جهود تنمي إلى تعزيز عملية التصدير والتصدير إلى الأسواق الإفريقية عبر المعبر الحدودي الدبدب غدامس، يعول عليه كثيرا في تسهيل المبادلات التجارية مع دول القارة، وتحسبا لفتحه مطلع السنة القادمة استكملت أشغال تهيئة المرافق الحيوية. المراسلة لإبراهيم بالخير. بعد تهيئة المقرات الإدارية للمعبر الحدودي الدبدب غدامس كأقسام الجمارك، شرطة الحدود ومصالح التجارة والفلاحة، تتواصل الأشغال بالقاعدة اللوجستية لمجمع لوجيترونس العمومي، والتي ستكون جاهزة قبل 31 ديسمبر الجاري. يجب أن تكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز. عندنا مشروع مهم الذي تكفلت به مجمع لوجيترونس، وهو مشروع جد هام اللي راح يرافق المتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير كل الخدمات الجمركية والشرطية قبل المعبر الحدودي، بما فيها المخازن، بما فيها حتى الإدارات والبنوك التي راح تفتح أبوابها بهذه الحظيرة. وموازاة مع تهيئة هذا المعبر الحدودي، تشهد المقاطعة الإدارية الدبدب انطلاق عديد المشاريع التنموية واستلام أخرى، بين مستشفى جديد بسعة 60 سرير ومؤسسة تربوية، مع الحرص على توفير المياه الصالحة للشرب. المعبر الحدودي الذي نعول عليه يعني بقوة، والذي يعني يعتبر من أهم النقاط يعني للعبور بين دولتين شقيقتين ليبيا والجزائر. هذه تفك الضغط على التلاميذ في المتوسطة القديمة بالنسبة لهذه، بالنسبة للمتوسطة الجديدة التعويضية. عيادة جديدة ومستشفى جديد ويعني ومركز عبور. يعني نقول صح، انا بكري كانت الناس في الطريق، كانت الناس تروح لغدامس تعالج، كانت الناس الحمد لله. ممكن درك احنا نقولوا العكس، هم اللي اجوا عالجوا عندنا. وفي الأفق منطقته نشاطات هامة، اختصارا للمسافة وتعزيزا للدور الاقتصادي للمعبر الحدودي الدبدب غدامس. للحد من حوادث المرور التي باتت تخلف عديد الخسائر البشرية والمادية، يكثف الفاعلون من حملات التوعية والتحسيس، تقول الزميلة فوزية تاج. أخذوا على عاتقهم مهمة حماية الأشخاص عبر التحسيس والتوعية، فكانت دراجاتهم وسيلة تنقلهم بين الولايات، وكانت رسالتهم نبيلة: لا عدوانية الطرقات، وهي شعارهم واسم جمعيتهم. الحظيرة لدراجة نارية حاليا هي فيها 3%، ولكن كان 21% من حوادث مرور مرتبطة بدراجة نارية. دوك حنا لولا نروحوا من جهة العوامل، كان بزاف العوامل. العوامل الأولى اللي احنا نهضر عليها ودائما نأكد عليها، راني نقول بلي كان نقص في التعليم اللي مختص بالدراجات النارية. الهدف تاعنا باش نلبسوا الكاسك لكاع ولادنا. نوتر اوبجيكتيف اي يونيك اوبجيكتيف سي دو فيغ بورتي لو كاسك ا تو لي موطار سونز اكسيبسيون. هي نموذج من الجمعيات التي تسعى عبر مبادراتها الميدانية لوضع حد للتهور المروري وما ينجم عنه من خسائر بشرية ومادية. سجلت مصالحنا يعني أكثر من 51 ألف حادث مرور، يعني منذ بداية أول جانفي إلى غاية هذا اليوم، وكذلك سجلنا يعني أكثر من 60 ألف جريح، واللي نترحموا عليهم. كذلك سجلت الحماية المدنية يعني 1651 حالة وفاة، وكي نقول حالة وفاة يعني الإحصائيات الحماية المدنية في عين المكان. كلنا معنيون بالوقالة، السلطات، الإدارات، الأباء، الأولياء، الإمام في المسجد، أستاذ التربية. إذا كلنا تكثفنا وحسسنا ربما نساهم ولو بجزء قليل.
صور مؤلمة، محوها من الذاكرة صعب جدا، لكن من واقعنا يتطلب تكاتف الجهود لوقف حدوثها. ويبقى الحذر مطلوب. في موضوع آخر ورياضيا، كشف أمس الناخب الوطني جمال بالماضية عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022. قراءة في التشكيلة مع عبد العزيز بن سالم. المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022 بدأت في كشف قوائم لاعبيها، بينهم المنتخب الوطني. 28 لاعبا أعلن عن أسمائهم المدرب الوطني تحسبا للعرس الإفريقي. وإن كانت قائمة حرتين عادا بقوة إلى المنتخب الأول بعد تألقهما في المونديال العربي. واللافت أيضا في قائمة المنتخب الثلاثي بوداوي وغزال وأيوب عبداللاوي، وهم الذين سجلوا حضورهم المنتظم في التربصات الأخيرة للخضر. 15 لاعبا حاضرون في قائمة كان الكاميرون سبق لهم التتويج مع بطل إفريقيا في آخر نسخة قبل 3 سنوات، وسيلعب المحاربون ضمن المجموعة الخامسة، وسيستهلون حملة الدفاع عن لقبهم بمواجهة سيراليون يوم 11 جانفي على ملعب جابوما بدوالا قبل التباري مع غينيا الاستوائية وكوت ديفوار. حظ موفق للفريق الوطني. دوليا، في شأن الفلسطينية، أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية للأهالي المناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة من محافظة قلقيلية بالضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من القدس المحتلة والأغوار بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وعن جديد كورونا عبر العالم، تم إلغاء أكثر من 2000 رحلة طيران حول العالم، بما في ذلك ما يقرب من ربعها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب متحور أوميكرون، تزامنا مع تنامي حركة النقل الجوية بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد، وهو ما أثار استياء الكثير من الأشخاص الذين أعربوا عن امتعاضهم الشديد من إلغاء هذه الرحلات، خاصة وأنهم كانوا يبرمجون للسفر مع عائلاتهم في إجازة أعياد الميلاد. هذا فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها سترفع حظر السفر على دخول الوافدين من 8 دول إفريقية بداية من تاريخ 31 ديسمبر الجارية، والتي كانت مفروضة منذ 29 نوفمبر الماضية، وذلك بعد التأكد من أن اللقاحات الحالية التي تعمل ضد المتحور الجديد قد تعززت، حسب المتحدث باسم البيت الأبيض. ونختم النشرة من إحدى أجمل حدائق العالم، متحف الطبيعة بالحمة بالعاصمة الجزائر، عندما تمتزج ضحكات البراءة بنسمات خليج الجزائر. روزرناي. لوحة فنية آسرة وجوهرة خضراء، حديقة الحامة بالعاصمة، يزينها توافد العائلات خلال العطلة الشتوية، ما يضفي بهجة على محيى الصغار. أنا جاية من غليزان، ولاية غليزان، واسمي أشواق. جيت في حديقة العامة حامة، عجبتني بزاف وشابة بزاف، فيها كثير من انواع من النباتات، شعبه بزاف. انا فرحانين، انا اطلع، انا جيت من تيبازا، انا فوفيتي، جينا هنا جاردا ديسي، جيت من تهرن، جيت لالجي هنايا لحديقه التجارب، والله يسلمك شاب. الزائر للحديقه يقف مستمتعا بمناظرها الجميله واشجارها المعمره، فيوثقها في ذكريات لا تنسى. جيت مع العائلة نتاعي من ولاية تقرد باش نقضوا العطلة تاع المدرسية هنا إن شاء الله في حديقة الحمات ولاية الجزائر، والحمد لله استمتعنا بالوقت وعجبنا التنظيم، يعني حتى التنظيم اللي في الحديقة هذه. اليوم جينا للحمة وجينا لنهار الشباب
وفرحوا بنا ناس العاصمة. اليوم احنا في الجاردان دي سيل لهنا جينا فوتو لي فاكونس، ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله ونمشيو ديما لقدام من ولايه خنشلة. بمناسبه العطله تاع ولادي بغيت نخرجهم مع النتائج تاعهم الحمد لله، بغيت نخرجهم جبناهم هنا، هذه اول مره شوفوا هذه الاماكن. حديقه التجارب بالحامه، متحف بيولوجي متربع على 32 هكتارا، وهي بذلك قبلة سياحية وفرجة عائلية هنا بالجزائر العاصمة. هي تحفة طبيعية تزخر بها الجزائر. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة، أعد وألقاكم عند موجز التاسعة. لكم من أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.